أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. لم تكتفي ميليشيا الحوثي باجتياح المدن اليمنية بالأسلحة، بل عملت على اجتياح عقول أبنائها باستخدام المنابر التعليمية والدينية. لم تكتفي ببث الدمار والرعب والموت في أنحاء البلاد، بل عملت على بث أفكارها الداعية لثقافة الموت والعنصرية. فمنذ انقلابها على الدولة اتخذت الميليشيا من الجامعات منابر لإيصال أفكارها المتطرفة. أقصت العديد من الأكاديميين واستبدلتهم بموالين لها، كما قامت العديد من الفعاليات الخاصة بالجماعة داخل قاعة الجامعة، عدلت في المناهج الدراسية من المراحل الأساسية إلى المقررات الجامعية. عن استغلال ميليشيا الحوثي لهذه المنابر الدينية والتعليمية من أجل خدمة أفكارها سيكون المحور الأول من حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة. في المحور الثاني من هذه الحلقة سنناقش استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمعاناة هذه ومن يقف وراءها، وأيضا لماذا توقفت ثورة الجيع. نبدأ النقاش معكم في مواضيع هذه الحلقة، لكن بعد أن نشاهد التقرير الأول حول محورنا الأول في هذه الحلقة من برنامج المنصة. الصرخة التي فتحت أبواب الجحيم قضت على كل شيء، السياسة والاقتصاد والنسيج الاجتماعي وحتى التعليم. كل قطاعات الحياة في اليمن طالها الخراب والدمار، وتحولت إلى نموذج صارخ لأكثر المآسي في العالم بحسب تقارير دولية. ومثلما تبدو المدارس والجامعات الفضاء الأكثر حساسية في حياة الشعوب، صارت في اليمن مسرحا بائسا لعبث وحرب ميليشيا الحوثي. فمن فضائل الحرية والعقل والبحث تحولت إلى معسكرات ودور للتنشئة القائمة على صياغ ما قبل الدولة في إطار مشروع الاستلاب وتبيئة فكر وثقافة الجماعة المسلحة. تقول التقارير إن ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على المدن ومؤسسات الدولة عمدت وبشكل حثيث على تدمير قطاع التعليم، بدءا من تغيير وجوه الوزارات بوجوه من جماعتها، مرورا بتهجير الأكاديميين والمدرسين المناهضين لها وعسكرة الجامعات وتحويل المدارس والمعاهد إلى ثكنات، ومن ثم تغيير المناهج. تغيير سعت من خلاله تحت ذرائع شتى إلى تقليص مصطلحات التربية الوطنية وحشوها بمصطلحات جديدة تمجد الحرب وتشير إلى أسماء رموز الجماعة ومؤسسيها، في محاولة لتغيير المفاهيم وخلط الأوراق وصناعة مكانة تاريخية متعاقبة لميليشياتها. أدخلت مواد تعليمية جديدة بينها مادة الغزو الخارجي، وبالرغم من التحذيرات المنددة وتصاعد القلق إزاء مستقبل ملايين الطلاب في اليمن، إلا أن ميليشيا الحوثي لا تأبه وتواصل اتخاذ المدارس والجامعات منصة للحشد والتعبئة والدعم إلى الجبهات عبر جماعات طلابية ومشرفين ومدرسين. تؤكد الأمم المتحدة أن قطاع التعليم في اليمن أحد أكبر ضحايا الحرب الدائرة في البلاد، بينما يقول الطلاب إن الجميع صرف النظر عنهم بعد أن تركوا مدارسهم وجامعاتهم لميليشيا مسلحة قضت على كل شيء، وظلوا يوثقون ويرصدون الانتهاكات ومظاهر العبث، كما تركوا المعلمين والأكاديميين في مناطق سيطرة الميليشيا تحت ضغط جبروتها وظروف الحاجة بلا مرتبات ولا مساعدات حتى. إذن تابعنا التقرير حول المحور الأول في هذه الحلقة حول استغلال ميليشيا الحوثي للمنابر الدينية والتعليمية. لدينا اتصال الأخ أحمد دبوان من حضرموت. أهلا بك أحمد. أهلا وسهلا. أحمد، باعتقادك كيف استغلت الميليشيا الحوثية للمنابر الدينية والتعليمية لإيصال أفكارها؟ كل الجماعات الدينية عندما تريد أن تسيطر على المجتمع تسعى إلى السيطرة على أهم منبرين، منبر التنشئة ومنبر الخطاب الديني، لكي تخلق أفكار دينية تخدم مذهبها أو ما يسمى طائفتها. من ناحية في الجانب التربوي، هم يريدوا خلق جيل أو ينشئوا جيل يحمل أفكارهم وقيمهم، وهذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هم كذلك يريدوا تجهيل المجتمع، فيسعوا إلى إفراغ العملية التعليمية من محتواها لكي يخلقوا جيل فاشل وغير متعلم، ومن هنا يستطيعوا أن يسيطروا لمدى أطول، لأنه إذا أردت أن تقضي على مجتمع تقضي على قيمه ومبادئه تعليمه، والقيم لا تأتي إلا عبر التعليم، والمجتمع على
المجتمع الذي المجتمع الغير متعلم تدمر اخلاقه وقيمه، ومن هنا يقدروا يحشدوا حتى لجبهاتهم، وخاصة في طلاب المراحل الإعدادية والثانوية. طيب الخطاب الديني فهم يريدوا أن يخلقوا خطاب مغاير للخطاب السائد في المجتمع، ويخلقوا خطاب ديني آخر يخدم هذه الجماعة ومذهبها وطائفتها. طيب باعتقادك ما هي العوامل التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف وعلى وجود قابلية لدى المجتمع للتجاوب مع هذا الخطاب؟ الأسباب كثيرة، منها ضعف المجتمع، خوف الأهالي كذلك، لأنه يعني أرعب الأهالي يعني مجبرين الآن، مش هم قابلين، في من هو قابل وهذا هم قليلون، لكن البقية خايفين مرعوبين. هذا عامل جهل المجتمع، خوف المجتمع، عدم رفض المجتمع لسياستهم اللي اتخذوها بهذا المنحى. هذه اشياء ساعدت على توسعهم في هذا المنبرين، وساعدت ايضا على انهم يزيدوا من حده خطابهم، ويزيدوا من سيطرتهم وقبضتهم على العمليه التعليميه او على التعليم بشكل عام. طيب لماذا تلجأ الميليشيا لهذا الأسلوب أو لهذه الممارسات لخدمة أهدافها؟ لهذا الأسلوب، أنا قلت في البداية لكي تخلق جيل ناشئ يحمل أفكارها، ولكي تخلق خطاب ديني يخدم فكرتها، هي تسيطر على هذا، لأنه أهم منبرين للتنشئة وخلق الخطاب الديني هو هذا المنبرين، منبر التعليم هو من أجل تنشئة جيل يعانوا على أفكار مغايرة لما كان سائد، وكذلك المنبر هو يعتبر في المجتمع الإسلامي، المنبر الإعلامي الأول هو منبر الجامع، وكذلك يعززوا ما يسمى حربهم أو بالفتوى والخطاب الديني ويكرسوا ثقافة العنف كذلك عند الطلاب. هم حتى بدأوا في تغيير بعض المناهج، يعني مثلا عندك التربية الوطنية غير موجودة، تربية دينية أحادية البيع، أحادية المذهب، يعني كل من يسيطر على العملية التعليمية يريد أن يخدم مذهبه دون الآخر، ليخلق دين كله مبيش أو مغير لصالحه. هذه هي الأسباب اللي جعلتهم يسيطروا على أهم المنبرين، لكنهم سيطروا على كل شيء. صحيح، أشكرك أحمد. وليسوا وحدهم يعني، كل جماعة دينية تلجأ لهذا الأسلوب. شكرا جزيلا لك أحمد. لدينا اتصال أيضا من صنعاء الأخ عبد الولي. أهلا بك عبد الولي. أهلا ومرحبا أخي عبد الولي. من وجهة نظرك كيف استغلت ميليشيا الحوثي اليوم المنابر الدينية والتعليمية لإيصال أفكارها؟ حياك الله أخي العزيز. أنا أطرح لك، أنا من صنعاء الآن، بكلمك من صنعاء، طبعا بطرح لك بشكل عام. يعني هو يعني القضية هذه هي أهم قضية بالنسبة للوطن اليمني وأيضا كذلك في بعض الدول العربية. مشكلتنا أنه الخطاب الديني نبرز للمجتمع بدل ما نعمل على اللي هو وحدة وتمسك النسيج الاجتماعي، لا، بيحصل العكس، بنوظف الدين والمنابر الدينية التي هي جامعة مفترض أنها جامعة تدرس القيم والمبادئ والأخلاق وتربي على ذلك الجيل وكذلك المجتمع، تأتي أفكار قد يكون مثلا أفكار الحوثية أو أفكار السلفيين أو بأنواعها مختلفة أو الأحزاب الدينية أو الجماعات المتطرفة، تسعى بهذا الخطاب لاستغلال المنابر الدينية لغرس هذه الأفكار التي هي تراها هي، وهنا هم يحسبوها توظيف للسياسة، لكن هنا معناته بتفكك المجتمع بكامله، بتفككه يعني من حيث
غيرت مبادئه وقيمه واخلاقه، وايضا من الجانب التنموي سواء كان الجانب السياسي او الجانب الاجتماعي او الجانب الصناعي او الاقتصادي او كذا، لان بتهدم اساسيات تماسك المجتمع واستقراره الذي تسمح به انتاجيه البلاد وتنميتها. زي ما هو حاصل الان الذي احنا هذا نتائج لما مضى، يعني لعقود من ما مضت من التغذيه الفكريه للمجتمعات يعني والشباب. طيب لماذا التركيز على الخطاب الديني من قبل ميليشيا لتحقيق اهدافها؟ يا اخي المنهج الديني بيكون قابليه له بحكم طبيعه المجتمع وفطرته انه ايش على الدين يعني متمسك فيه، اضافه الى انه يعني انتشار الجهل يعني وخلط ما بين السياسه والجانب الديني، فهذا بيكون اسهل لهم في الجانب التوظيف الديني، وبعدين يحصل فيه الذي هو هنا من هنا حديث ومن هنا آية قرآنية ومن كذا، فتتقبل الناس بسرعة يعني ما عاد يجهدون في هذا الجانب. في جميع الجماعات تعمل بهذا التوظيف وبهذا الاتجاه يعني. طيب التعديل في المناهج التعليمية أيضا عبد الولي من خلال حذف أو إضافة بعض الأفكار في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت، ما الذي يعني ولماذا التركيز يعني على هذا على هذه المرحلة الآن؟ هو يسعى الى توظيف المجتمع بشكل عام، وايضا للمستقبل يعني لاستمراريه التناغم واستمراريه اللي هو الولاء لجهه معينه. هذا تستخدمه الجماعه دائما بهذا الاتجاه، تغذي المجتمع علشان استفاده لاغراض سياسيه او شيء اخر بهذا الاتجاه. اشكرك جزيلا عبد الولي من صنعاء. نذهب لمشاهده بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال الواتساب حول الموضوع. الميليشيات الحوثية هي تعتبر ميليشيا إرهابية، أيضا حولت المدارس والمساجد إلى تكلات عسكرية، بدل ما يحمل الطالب العلم يحمل يعني البندقية، ويستقلبون أيضا الطلاب من المدارس لزقوبهم أيضا في الجبهات، وأيضا حولوا أيضا الشعار الوطني الذي كان يعني أيام في المدارس كان له نكهة وله طابع خاص، حولوه إلى صرخة لا تغني ولا تسمي من جوع، وحولوا أيضا بدل ما يحمل الطالب القلم يعني حمل بالبندقية، وحملت يعني بدل ما يحمل ملزمة يحمل يعني أفكار ليس لها معنى، أفكار لا تغني ولا تسمي من جوع. وأيضا الميليشيات الحوثية أيضا يكون أيضا مشرف يعني حوثي يتزعم على يعني إنسان الذي يكون يعني دكتور في الجامعة ويريد يعني على ما يشاء، وأيضا يعني الطالب في هذا اليوم يعني ليس يحمل القلم بل يحمل الموت. الحوثيون بكل وقاحة يستغلون المنابر الدينية لنشر الأفكار السلالية والمناطقية التي تغرس الأحقاد بين أبناء الشعب اليمني. الحوثيون بكل وقاحة يحاربون التعليم وينشرون الجهل والتخلف داخل المدارس، ويزقون الطلاب إلى محرقة الموت في معركتهم العبثية ضد أبناء الشعب اليمني. الحوثيون بكل وقاحة ينتهكون حرمات الجامعات اليمنية وبما فيها جامعة صنعاء، ويحولونها إلى ثكنة عسكرية، ويستخدمون العنف والاستبداد ضد طلاب الجامعات. لذلك نناشد كل أحرار العالم بما فيهم مجلس الأمن ومندوبه السامي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى إيقاف كل هذه التصرفات التي. لدينا اتصال من تعز الأخ عبد العزيز. أهلا عبد العزيز. أهلا بك. عبد العزيز، من وجهة نظرك كيف استغلت ميليشيا الحوثي المنابر الدينية والتعليمية لخدمة أفكارها؟ إذا كان هذه المشكلة تعتبر من أهم المشاكل التي يجب أن تكون حلولها ضمن أولويتنا، يعني يجب أن نجعلها في مقدمة المشاكل التي تواجهنا، ومنها نفكر كيف نحاول حلها. استغلال المراكز الدينية والأيام التعليمية يعد مقصدا للجماعات التي تريد ذلك، لأنها لا تقبل بغيرها ولا تريد إلا نشر فكرها ومخططاتها.
طيب لماذا تلجأ الميليشيا للخطاب الديني تحديدا برأيك؟ دائما هناك عوامل مساعدة يعني كثيرة، من أهمها أنها في أماكن مثل المراكز الدينية والتعليمية تلاقي قبول كبير بين الناس، خاصة أيضا الأطفال في المدارس يتم الطفل في نشأة بداية نشأته يتم توعيته واستغلاله من دون عمق الصارخ. هذا يؤدي إلى نشوء جيل لا يعرف إلا تلك الجماعة ولا يقاتل إلا من أجلها ولا يؤمن إلا بها. طيب ما هي انعكاسات هذه الممارسات من قبل الميليشيا على على المستقبل وايضا على المجتمع بشكل عام؟ انعكاسات كبيره من هذه يعني تعتبر دعنا نقول اضرار كبيره في وسط المجتمعات، تعريض ايضا تلك الاماكن مثلا التي يجب ان تكون مقدسه ونزيهه للشماته من الناس من المجتمعات، اضعاف الهيبه والمكانه لتلك الاماكن، ايضا تعريض عائقه الطيران والقبائل، أيضا كما رأينا يتم تحويلها وتغييرها واستغلالها لصالحهم. المدارس أكثر مدرستنا مثلا تعاني من نقص المنهج، تم مثلا بعض المغتربين من مشاركة المبالغ وساهم بعض المبالغ المتعلقة بالطلاب بشراء الكتاب المدرسي. نحن نعاني وهم تتم طباعة كتب لا أساس لها ولا يعني لصالح جماعة معينة. طيب شكرا جزيلا لك عبد العزيز من تعز. ايضا حول ذات الموضوع نستعرض معكم بعض المشاركات من خلال فيسبوك. محمد الحكيمي يقول يستخدم كل الوسائل المرئيه والمسموعه والمجلات والكتب والمدارس والجامعات والجوامع لخدمه افكارها الدينيه المتطرفه والجهاديه. حازم يقول استخدام المنابر ليست وليدة ولكن تختلف، كان قبل ثورة 21 سبتمبر، يقصد هو ثورة الحوثيين ويبدو أنه من المؤيدين لهذه الثورة. يقول استخدم الطرف الآخر في التحريض والتعصب الطائفي والقتل باسم الدين، بينما الآن تستخدم لغرض توعية اليمنيين بأمور دينهم وتصحيح مفاهيم مغلوطة سابقا ودعوة للتصالح والسلام ودعوة للوعي الوطني فقط لا غير. باسم يقول سيكون لها دور إيجابي في الخروج من دائرة التعصب الموروث الديني وسيكون كالنار التي تطفي النار، فالفكر الشيعي سينصدم بالفكر السني ويضرب بعضه بعضا وينتج عنه فكر جديد متحرر من المذاهب. أمة الرحمن العفوري تقول في المساجد والجامعات والمدارس التي تقبع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، حيث تستخدم الميليشيا للترويج لخطابها التحريضي والترهيبي والتخريبي ضد أبناء الشعب واستغلال خطب الجمعة والمحاضرات الدينية في تشويه الدين والإضرار به، وتعتبر المنابر التعليمية والدينية أبرز وأهم المنابر التي من خلالها تستطيع ميليشيا الحوثي الوصول إلى مختلف فئات المجتمع سواء بخطاب الترغيب أو الترهيب، لتستغل ميليشيا تواجدها وسيطرتها على معظم المدارس والجامعات والمساجد في المحافظات التي تسيطر عليها لتنشر فيها أفكارها الطائفية والمذهبية والتخريبية والتي لا تقبل التعامل والتعايش مع الآخر. طيب نذهب الآن إلى المحور الثاني في هذه الحلقة والذي سنناقش فيه استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمعاناة التي يعاني منها المواطن ومن يقف وراء هذه المشكلة، لكن أذكركم بإمكانية المشاركة والتواصل معنا من خلال الأرقام الموجودة في الشاشة. لدينا اتصال. طيب حول هذا الموضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضا لدينا بعض المشاركات من خلال فيسبوك نستعرضها معكم. الأخ مكرد يقول ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في المقام الأول سببه الرئيسي ارتفاع الصرف، يقصد صرف العملة، تأتي بعد ذلك هوامير الأسواق والسلطات السياسية والتحالف الغبي المتخبط، ويأتي انعدام القدرة الشرائية التي من المفترض أن تؤثر بشكل عكسي على قانون العرض والطلب. أعتقد أن الارتفاع سببه سياسي قبل أن يكون اقتصادي. أسامة يقول الوضع يعتبر موت بطيء للشعب، الحوثيين وتعسفاتهم من جهة والتحالف وحصاره من جهة والوضع الاقتصادي من جهة أخرى. عبد الناصر يقول إني أنذرت للرحمن صوما عن الكلام في هذه المواضيع وصوما عن الطعام اللي ما حد يقدر يشتريه وكلاهما يؤديك بداهية، هذه هي حالة الناس باختصار. أبو بكر يقول طالما لا توجد صادرات تعود على الوطن بالعملة الصعبة سيستمر الدولار بالارتفاع وترتفع معه الأسعار لباقي السلع والخدمات، نحن نعيش اقتصاد حرب مفتوحة مع جميع الأطراف وفي مقدمتها دول التحالف، وللأسف حرب غير متكافئة القوة. طيب لدينا اتصال أخي إبراهيم، أهلا بك إبراهيم.
ابراهيم اليوسفي من صنعاء. اهلا ابراهيم. اهلا ابراهيم. بدايه لو تصف لنا الوضع المعيشي والحال المعيشي للناس في المنطقه التي انت متواجد فيها. الوضع المعيشي باليمن ليس بمنطقه معينه، في كل ارجاء اليمن الوضع لا يختلف عن بعض، لا في مناطق سيطرت السماعه الشرعيه ولا في المناطق التي سيطر فيها الانقلاب. الجميع يمارس نفس الاساليب ونفس التصرفات ونفس الاعذار الواهيه. هذا كيقول لدينا انقلاب وهذا كيقول لدينا عدوان. تصرفاتهم جميع تضر المواطن اليمني المغلوب على امره. والمشكله المد عليه يتحمل المشكله كلها. انا من وجهه نظري الشرعيه وليس الانقلاب، الشرعيه اذا لا يلا. طيب لماذا تحمل الشرعيه المسؤوليه بعيدا عن الانقلاب؟ لانه يقال حياكه تسمعني؟ اهلا تسمعني؟ طيب اتصال اخر، مراد من تعز. اهلا بك مراد. مراد نتحدث عن الوضع المعيشي واستمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائيه، الى اي حد تعتقد ان التجار اليوم يستغلون هذا الوضع؟ طبعا ما نشاهده ايضا في هذه الايام يعني من ارتفاع الاسعار وايضا من ارتفاع الاحتياجات المعيشيه. طبعا المواطن الذي اصبح ايضا لا يملك. مراد تسمعني مراد؟ يبدو أنه فقدنا الاتصال أيضا، هناك إشكالة في التواصل مع مراد. كنا نتحدث في هذا المحور الثاني حول استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعكاسات هذا الارتفاع على الوضع المعيشي الصعب للمواطنين في عموم محافظات اليمن، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أو المناطق المحررة. هناك تساوي وفي المعاناة لكل المواطنين. أيضا نبحث في أسباب أو من يقف وراء هذا الارتفاع، وإلى حد التجار يستغلون هذا الوضع يعني ربما للكسب إنجاز التعبير غير المشروع والفيد من معاناة الناس في ظل المضاربة الحاصلة بأسعار العملة. لدينا اتصال؟ طيب نعود مرة أخرى إلى إبراهيم. أهلا إبراهيم مرة أخرى. أنا أقول لك إن الوضع المعيشي في الجمهورية اليمنية لا يختلف في منطقة عن معينة. الوضع المعيشي من أكثر الجنوب إلى أكثر الشمال لا يختلف عن بعض. ميليشياتي في المكان خارج إطار الدولة، المحافظات جميعها الشرعية جالسة خارج الوطن لا تمثل أحد ولا أحد يحس بوجود الشرعية ولا يعترف بأي مواطن بالداخل الشرعية. والإنقلاب لا يهمه ما يحدث إطلاقا. الإنقلاب يقول نحن ليس سلطة شرعية، ولكن نحن شرعية ثورية، احنا قمنا ضد هذا الفاسدين ونحن شرعية. وهذا الحرب استمرار الحرب هو استمرار الانقلاب، واستمرار الانقلاب هو استمرار الشرعية. إذا لم يكن هناك حل مخرج يخرج الشرعية ويخرج الانقلاب لن يكون هناك حل. استعادة الدولة للأشخاص الذي سلموا الدولة نفسها من الانقلاب هو أمر كذب وتزييف على الواقع. الواقع لا يمكن أن نقول إن هذه وشلته الشرعية المسمى ستستعيد ما وطن هي من سلمت هذا الميليشيا. ساكن. طيب باعتقادك إلى أي حد التجار يستغلون هذا الوضع؟ التجار والسياسيين أيضا، يعني كلهم تجار يعني في الأخير. للمزيد من الإثراء. إن الفائدة الكثير هم الذي يستغلوها التجار. إحنا الحملة التجار الذي نقول ان سبب هذه لا، المشكله في تجار الحروب الرسميين، هما سبب المعاناه في تجار الحروب الرسميين الذي في الخارج. عندما يصدر اكثر من 700 قرار جمهوري بتعيين في الشركه الدبلوماسيه اليمني، والشركه الدبلوماسيه اليمني لا يمثل احد، ما في الحين دبلوماسيه يمنيه ولا في خارجي ولا في اي سفاره تعمل وفق الدستور اليمني، كلهم يعملون
التعيينات، كيف معانا اكثر من 5 دول لا يمكن ولا يحق لنا ان نستحضر السفارات وانتهى وفتحوا في السفارات لاجل استلموا مرتبات مخصصات فقط لا غير. الشرعيه هي من ثمرة الفساد اكثر من الانقلاب. لو قارنا فساد الانقلاب الفساد الشرعيه لاجتاز عشرات المرات فساد الشرعيه المسماه الذي هي خارج الوطن اصلا. طيب كانت هناك احتجاجات في الشارع، برايك لماذا توقفت؟ ما هي الاحتجاجات التي الشعبيه التي كانت خرجت في الشوارع، ليش توقفت؟ اصلا الاحتجاجات الشرعيه تأيد احتجاجات في مناطق سيطره الانقلاب، الانقلاب يأيد احتجاجات في مناطق سيطره الشرعيه، الجميع يأيد احتجاجات حيث لا يوجد. لماذا لم تكن ثوره جميعا في مناطق سيطره الشرعيه وفي مناطق سيطره الانقلاب تكون ترى حقيقيه، لكنهم يطمعوها في عدن ويقولون لا يمكن ان تقبل احتجاجات في عدن ويطالبوها صنعاء ان تكون في صنعاء تحت ميليشيات ولا يسمحوا ان تكون هناك ثوره اطلاقا، لان معروف اذا خرج الناس الى الشارع سيكون انهاء تواجدهم وانهاء سلطتهم، انهاء سلطه صنعاء اذا خرج الشعب الى الشارع، وعدن نفس عدن اذا خرجت الناس الى الشارع سيكون انتهاء الشرعيه المسمى خارج الوطن. انا بالنسبه للشرعيه استحي عندما اقول شرعيه وهي ان يوجد وزير واحد داخل اليمن يستحي واحد ان يقول بشرعيه. طيب برايك ما الحلول اليوم لمعالجه هذا الوضع؟ معالجه هذا الوضع الغاء الشرعيه. مبدأ من حاجة مهانة جسدا من شكل شرعية واهية، إذا لم الشرعية هي الحين نفس الانقلاب مع وجود الشرعية، إذا لم تلغى الشرعية تماما سيلغى الانقلاب. الانقلاب بكل مختصر لن نقدر نعيد نهاية الانقلاب بتواجد هذا الشرعية، هي تلك الحسوق الحديدية المتماسك بالانقلاب. الانقلاب ما في الشرعية، إذا كانت هذه الشرعية سينتهي الانقلاب. لا يمكن يكذب علينا انه في الشرعيه ستكون الميليشيات، اكثر ميليشيات سكنت الجمهوريه اليمنيه بوجود هذا الشرعيه الذي تدعي انها شرعيه حقيقيه ولا يمكن نقبل بهذا اطلاقا. شكرا لك ابراهيم من المملكه العربيه السعوديه. نعود مره اخرى الاخ مراد من تعز. مراد اهلا بك. ايوه معك مراد. طيب مراد كنا نتحدث في البدايه عن الحاله المعيشيه للناس ربما في المنطقه اللي انت متواجد فيها، برايك اليوم من يستغل معاناه الناس ويستفيد منها يعني غير التجار؟ كلا تفضل مراد. كلا مراد تسمعني؟ يبدو انه في اشكاليه في التواصل او الهاتف. تسمعني مراد؟ طيب إذا كان هناك مشاركات واتساب أو فيسبوك يمكن أن نذهب لها إلى حين تجاوز المشكلة الفنية. طيب إذا تقريبا وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة في أمان الله.